الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبوي رحمة العالمين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم دائما بأن تصبروا أنفسكم 10 دقائق لا نزيد حتى تعمنا الفائدة إن شاء الله تعالى. يجزي لكم الليلة قبل أن أنصرف. My recommendation to you before I go. اجعلوا صمتكم وكلامكم وخلواتكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تربح صمتك اجعلها هذه الكلمات، خلواتك اجعلها مع هذه الكلمات، تفوز فوزا عظيما ورب الكعبة. Sheikh's recommendation, that is your, when you are quiet, when you are handling yourself, when you are walking, make all the dhikrs you mentioned. I don't need to say it because he says it in beautiful things, it's a beautiful way. And keep saying, the, remembering of Allah, and that you will be a big winner, inshallah. أيها الإخوة الأحباب، أجدد حبي لكم في الله. I renew my love to you for the sake of Allah. وأقول لكم دعاء كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إن شاء الله لقاء جديد نستكمل فيه هذا الموضوع الخطير، خطورة الكلمة وخطورة اللسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.